بس في ناس انا بحبها مع اني سبحان الله. زي مين يعني؟ انا مثلا كل ناس تسالني تقول لي انا بعشق حاجه اسمها منى زكي على المستوى الانساني كمان جدا والمستوى الفني، مع ان احنا الاثنين مش اصحاب قوي يعني. اللي يشوف كده يقول ان احنا عشره عمر واكلين شاربين نايمين مع بعض خالص، بس شيء الهي جوايا كده. هتلاقي كده مثلا لهند صبري، لزينة، لناس معينه، مع اني الحقيقه ان انا وهم بنتقابل كل فين وفين. طيب هلا راح اعطيكي صفات واسماء ومعاني، بدي تعطيني كلمه واحده مقابل كل شيء عم بعطيك اياه. كلمه واحده. النجوميه. متعبه. السعاده. قليله قوي. الامومه. احلى حاجه في الدنيا. الرجوله. ما بقتش موجوده. كلمه واحده. معدومه. بعدين معدومه. حورتيها وطلعتيها بكلمه واحده بس هيك عممتي على كل جنس الصنف الرجاله. لا انا ما عممتهاش، بس بنسبه 95%. ده انت قلتي معدومه، دي 100% يعني. مرقينا شوي بس شوي شوي شوي. الزواج. شركه صعبه قوي. كلمه واحده. مخرج بيقول، عم بيقول معقد. دنيا. دنيا. والدنيا هي فيها المال. الايه؟ المال. المال مش كل حاجه. مصر. احلى حاجه في الدنيا. الثقه. الثقه بس دي مش هتبقى كلمة واحدة. قولي كلمتين. بناء شخصية أو بناء بني آدم. الخيانة. سفالة. دي على السريع. والله العظيم. الكذب. أسفل. الثقة. سألناها الثقة. غادة عبد الرازق. جميلة. فيها نرجسية الكلام؟ خالص. اما انت من مبدا تبع حب نفسك يعني، كمان انه الواحد لازم يحب نفسه، اذا ما حب نفسه مش هيقدر يعطي ولا حاجه. لو انا ما حبيتش نفسي احب الناس ازاي؟ صح. فاقد الشيء لا يعطيه. احيانا يعطيه بغزاره اكثر، احيانا هيبقى مضطر يعطيه وهو عارف ان هو ناقصه، فهيبقى مركز قوي. انا احيانا قد اكون فاقد السكينه وفاقد الراحه النفسيه واحاول اني اعطيها للاخرين. يعطي الإنسان أحيانا. ممكن تكون واحدة مش أم وتعطي، لأن كل أنثى أم حتى لو لم تنجب. بس الناس دي بقت قليلة قوي. بس موجودة. هي موجودة بس قليلة قوي. غادة، الندم يعني أنه عندي ضمير. متى ندمتي؟ لا كتير قوي. عديلي. لا مرات كتير قوي. عديلي. ثلاثة. لا أكتر. عديلي. خمسة. واحد. ندمت ان انا دخلت الوسط الفني. ندمت ان كانت لي اختيارات كتيره جدا في شريك حياتي غلط تماما. ندمت على كلام كتير او ناس عرفوا يستفزوني ونجحوا في ده، فاخطات في الكلام والتصرفات. ندمت ان انا ما خدتش نفس الطريق بتاع بابا الله يرحمه. تعجبني هذه المرأة والله.